أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم دائماً وفي كل أسبوع أن نستضيف رجلاً مميزاً، وضيفنا لهذا الأسبوع هو السيد إياد صاحب كراج المحرك الحديث. بداية نرحب بك سيد إياد، مرحباً بك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أهلاً وسهلاً فيكم، يا مرحباً، شرفتونا ونورتونا وأنستونا. هلا فيك، شكراً أستاذ إياد. بداية ممكن نتعرف على حضرتك أكثر، كيف بديت، من كم سنة بالبلد؟ حكي لنا عن السيد إياد أكثر. اسمي إياد إسماعيل، أنا من سوريا وجيت من مربى الشام. نحن بالشام هيك عنا من صغرنا بنحب الشغل والمدعوك على باللهجة الشامية، وجيت بدأت بالبلد هون في دبي بسنة 99. بدأت بالمبيعات بشركات مثلا الفطيم، ضليت سنوات اشتغل معهم بالمبيعات، درجت من بائع الى مدير، الى دخلت مجال الإدارة. حبيت كفي دراسي، درست كفي دراستي بجامعة اونلاين بزنس ادمنستريشن، وانتقلت على شركات تانية، صرت افتتح محلات واشياء. ضل محبتي وعشقي للسيارات مع ضمن الشغل اللي بشتغله انا بالمجالات اللي بالإدارة والأعمال، ظل محبتي للسيارات والأشياء اللي فيها موجودة، حتى قررت أني أطلع من بزنس أنه أكون أنا عم أشتغل كموظف شركات، أنه أكون لوحدي سايد بزنس، أو أنه أكون بزنس لوحدي خاص فيني. وشفت أنه موضوع السيارات أو صيانة السيارات وتجارة السيارات هي شغلة كتير مناسبة إلي، أو طريق كتير حلو، لانه هون بتعرفي الطبيب لما بتكوني تاخذي ابنك على طبيب اطفال مثلا بتحاولي تشوفي انه احسن طبيب. كمان انا شفت انه هي اشياء صيانه السيارات، اللي عنده سياره هي شيء اولويه عنده هون، وكثير حاجه ماسه للسياره، انه موضوع السيارات كثير اساسي هون. قلت لحالي لازم نحن نقدم شيء مميز، يعني صرنا نفكر انه مش انه هدف الربح المادي مثلا اول شيء، الهدف انه نعمل شيء مميز، المصداقيه والسرعه والاداء، هي هدفنا يعني احنا، المصداقيه والسرعه. هاي من الاشياء اللي ميزت المحرك الحديث عن باقي الكراجات الموجوده بالبلد. نحن الاشياء اللي اكتسبتها انا من الخبره من الشركات المحترمه والكبيره اللي اشتغلت فيها، حاولت انه افرضها بكراج سيارات، انه نعمل شيء حلو جميل. طبعا لانه هون في يعني بهذا المجال في كثير موجود كراجات، يعني فلازم يكون في شيء يميز طبعا باقي الاشياء، وهي هذا الشيء يميزنا طبعا، انه نحن بنحاول نقدم الخدمه مميزه وسريعه، وبنعرف انه في اشياء مثلا الزباين بيحتاجوها نحن عم نلبيها بكل الاوقات ان شاء الله. بالتوفيق يا رب. الله يسلمك. ممكن تحكي لنا اكثر عن المحرك الحديث، شو الخدمات اللي الخدمات اللي بيقدمها؟ المحرك الحديث هو كراج شامل، بنقدم كل الخدمات، منها السيرفيس العادي، الخدمات الصيانه العاديه، بنعمل صيانه شامله للسياره، تلميع سيارات، تبديل زيوت، بنعمل هياكل، تصليح هياكل، بنعمل نحن كمان كهرباء سيارات، كل شيء انواع ميكانيك وكهرباء والهياكل بنشتغل فيه، يعني كراج شامل في كل الخدمات اللي بتطلبيها لسياره. حتى مثلا احيانا بيكون شغله مش موجوده عندنا عم نحاول نجيبها، بس اذا مش موجوده عندنا بنستعين انه بنأدي الخدمه للزبون، بحيث انه ما يروح يتعزى بمكان ثاني، بنقدم له الخدمه احنا، انه احنا مثلا تنجيد سيارات احيانا مش موجود عندنا، ممكن نساعد الزبون عن طريق انه طرف ثاني. كثير منيح. لك انت كسيد اياد وين بتشوف حالك بعد سنتين ثلاثه، بما انك ماخذ موضوع السيارات عن شغف، فبعد كم سنه من هلا وين بتشوف حالك؟ تطور الكراج باذن الله تعالى، هي نحن هلا نحن بدنا نعمل الاسم هذا ونكبره مثل ما هو، بنكبره ونحاول نفتح افرع ثانيه بمناطق اخرى، مثلا بدنا نروح على دبي الجديده، بس يعني اول شيء بدنا نثبت حالنا هون كاسم. وعندنا احنا مجال تجارة السيارات كمان اللي شغالين فيه، انا عندي موضوع تجارة السيارات هذا كمان شيء اساسي بالمستقبل، وعم اشتغل على هالموضوع صار لي فترة طويلة، وان شاء الله قريبا باذن الله تعالى في كمان موضوع تجارة السيارات اللي راح يكون هدف اساسي عندي انا ان شاء الله. بالتوفيق يا رب. الله يسلمك. بالنهاية بنحب نوجه كلمة شكر بتعرف هذا البلد، بلد الامن والامان، والتسهيلات اللي عم بتقدم للمواطنين وغير المواطنين ما انا موجودة باي مكان ثاني. أكيد. نحب نسمع كلمة من حضرتك، كلمة شكر لدولة الإمارات ولحكام دولة الإمارات.
أكيد بنشكر حكام دولة الإمارات والشعب الإمارات يعني بشكل عام كلهم يعني بيسهلون الحياة، يعني بس تكوني رايحة عم تعملي أي معاملة تلاقي إنه كل شيء سهل قدامك. بنشكرهم يعني بنشكرهم من القلب. نحن أنا ما بحس حالي إنه بلد تاني، أحس حالي بلدي أنا، يعني أحس حالي عايش مثل كأني عايش بسوريا. صحيح هون. كلنا هذا يعني ما بحس حالي إني غريب أو عندي جواز سفر آخر، بحس حالي إنه عايش ببلدي وبشكرهم على هالشيء أكيد. وهذا يعني الشيء اللي مخليني أنا ما أفكر بأي مكان آخر غير دبي مثلا أو الإمارات بشكل عام، لأنه يعني من القلب بشكرهم على إنه فاتحين المجالات لأي حدا إنه يستثمر، يعطي اللي عنده يشتغل على أي فكرة، يطرح فكرة يشتغل عليها، مساعدونا كثير. يعني الموضوع المساعدة، الأشياء التسهيلات عم تقدم لنا هي الدافع إنه نكفي ونطور حالنا. فالحين مجال كثير حلو وشكرا كثير. نحن كمان باسمنا وباسم القناة نوجه بالشكر لحكام دولة الإمارات على الأمن والأمان الموجود هون. ممكن بس اللوكيشن تعطينا بالضبط وين موجود حضرتك نحن للسادة المشاهدين؟ نحن كراجل المحرك الحديث موجودين بدبي بمنطقة الخبيصي مقابل مركز صيانة مرسيدس بالضبط. نحن عنا صفحة الانستغرام، ممكن نحط الرابط صفحة الانستغرام موجود عنا والموقع كله موجود. ومنرحب بزبائننا بأي وقت ومنقدم الخدمات المتميزة. ونتمنى إذا في بيجينا زبائن مثلا عندهم أي استفسار أو أي معلومات أو أي تعليق يخبرونا. إحنا بالعكس نحن هدفنا التطوير وآراء الزبائن والأشياء اللي بنعملها وعم نتعلم كل يوم منهم ومعاهم إنه في أشياء نحن لازم نسويها. بالنهاية نحب نشكر كثير أستاذ إياد على ضيافتك لنا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ونختم حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم. دمتم بخير وفي أمان الله.